سلام الله عليكم مشاهدينا ورحمته وبركاته، أهلا بكم في أضواء على الأحداث لهذا اليوم. أبدأها من اليمن. رحب مجلس الأمن الدولي بإعلان المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أن أطراف النزاع وافقوا على وقف الأعمال القتالية في كل أنحاء البلاد اعتبارا من 10 أبريل المقبل، قبل جولة مفاوضات سلام جديدة ستجري في 18 من الشهر ذاته في الكويت. ودعا المجلس في بيان له أطراف الصراع للحد من العنف فورا والانخراط في محادثات سياسية بطريقة مرنة وبناءة وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخاصة القرار رقم 2216. إلى ذلك، كشف وزير الإعلام اليمني محمد القباطي عن أن إعلان جماعة الحوثي التزامها بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216 يعود إلى 5 أسباب رئيسية، تبدأ بالواقع العسكري الذي فرض عليهم هذا الخيار، وتنتهي بالأزمة المالية التي يعانيها الانقلابيون بسبب عجز طهران عن مساعدتهم. إلى ذلك، دعا المخلوع علي صالح الأربعاء أنصاره للاحتشاد في صنعاء السبت للتعبير عن رفضهم لما أسماه العدوان الخارجي على اليمن، وأكد صالح أنه يجنح للسلم والسلام وليس للاستسلام، مضيفا سنقاوم بشتى الوسائل. من جانب آخر، أفادت مصادر إخبارية عن مقتل 71 عنصرا من تنظيم القاعدة في قصف جوي أمريكي على معسكر للتنظيم جنوب اليمن. مشاهدينا، وللمزيد أرحب بضيفي هنا في الاستوديو الدكتور أحمد عجاج الكاتب والباحث. أرحب بك دكتور أحمد عجاج. إذن يعني قبول كل الأطراف بما فيها الحوثيين لتنفيذ قرار مجلس الأمن، هل يعني أنه بدأنا نشهد اختراقا سياسيا في المسألة اليمنية؟ يعني هذا شيء متوقع أن الحوثيون أن يقبلوا بقرار وقف إطلاق النار، لأنهم كانوا يكابرون منذ البداية. ونحن كما نعرف أنه عندما دخلت المملكة العربية السعودية على الخط وتسلحت بقرار دولي وبشبه إجماع، أو مش بشبه إجماع، إجماع تام، يعني ما في إلا إيران هي اللي طلعت من هذا الإجماع، يعني حتى موسكو تؤيد ذلك. يعني على المستوى الدبلوماسي هناك عزلة لهم، وعلى المستوى العسكري هناك ضغط هائل عليهم من قبل المملكة وحلفائها، ومن قبل إيران هي لا تستطيع أن تمدهم بكل ما يريدون، لأن المنطقة كما تعرف محاصرة عسكريا. في النهاية يعني برأيي هو قرار يعني عقلاني ومعقول، لأنهم إذا استمروا في الحرب سيخسرون كل شيء، فأفضل أن يفاوضوا في هذه المرحلة ويحصلوا على حقوق وفق القرار الدولي 2216 ومخرجات الحوار الوطني اليمني والمبادرة الخليجية. أنا أعتقد أنه خطوة جيدة، لكن كما يقول يعني الشيطان يكمن في التفاصيل. عندما تبدأ المفاوضات ستتضح أن هناك الكثير من العراقيل، و بوسعهم أن يناوروا آنذاك أفضل من أن يتابعوا القتال. نعم. بالشكل. طيب، دعنا نأخذ رأي السيد صلاح باتيس عضو الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار، ينضم إلي من السعودية. أرحب بك سيد صلاح باتيس. إذن إعلان الحوثيين أكثر من مرة مؤخرا عن استعدادهم لقبول قرار مجلس الأمن، وكلنا سمعنا عن وفد الحوثي الذي كان في الرياض مؤخرا، هل يعكس ذلك تفاهمات خفية مع الرياض؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا اسمح لي أخي أن أتحدث عن قضية المفاوضات. هو الحقيقة الحديث كما صار في الفترة السابقة حول آليات تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216، يعني الأمم المتحدة تتحدث عن أن هناك إشكالية لدى الانقلابيين ولدى المتمردين في فهم القرار وطريقة معينة لتنفيذ القرار تناسب الوضع الذي هم فيه. وهذا في الحقيقة يعني كلام يستهلك الوقت فقط، وإلا فالأمم المتحدة معنية بأن تلزم الطرف المعتل والطرف المعيد والطرف الرافض لهذا القرار والذي لم ينفذ القرار. ولكن نعلم جيدا أن دور الأمم المتحدة كما يعلنهم أنه بمساعدة الأطراف اليمنية للوصول إلى حل كما يقولون. على كل الطرف الشرعي في اليمن الممثل برئيس الجمهورية وحكومته الشرعية والقوى الوطنية والمقاومة الشعبية والجيش الوطني الذي يحدث انتصارات اليوم على الأرض، مع أنه يحدث انتصارات لكنه أيضا لا يمانع في أن يصل الأمر إلى حل يلزم الحوثيين ويعينهم أو ييسر لهم عملية تطبيق القرار
22/16. نعم. الحديث عن آليات تطبيق القرار، في جنيف واحد فشلت، في جنيف اثنين فشلت، وها نحن الآن في جولة مفاوضات ثالثة. أنا متأكد أنه إذا لم يكن هناك إلزام لهذه الميليشيات، إلزام حقيقي أولا بالاعتراف بالقرار، إلزام حقيقي بالاعتراف بالتمرد والاعتراف بالشرعية، لن نصل معهم إلى حل. حتى وإن أتوا إلى الرياض أو أتوا إلى أبو ظبي أو إلى أي مكان آخر، سيصل معهم الجميع إلى باب مسدود، لأن اليمنيين قد وصلوا معهم إلى باب مسدود عندما دخلوا العاصمة. نعم، هذا هو السؤال، إلى أي مدى يمكن الوثوق بجدية هذا الإعلان سواء من قبل الحوثي أو حتى من قبل علي عبد الله صالح المشهور والمشهود له بالمراوغة، وكلنا تابعنا خطابه يوم أمس؟ اليمنيون لا يثقون ابدا بعلي عبد الله صالح ولا بعبد الملك الحوثي وميليشياتهم، لانهم اكثر من مره نقضوا العهود، اكثر من مره نقضوا المواثيق، اكثر من مره انقلبوا على الاتفاقيات الموقعه. ومع انه تمت الاتفاقيه الاخيره او ما سمي باعلان السلم والشراكه، تمت على الطاوله بندقيه الحوثي على رؤوس الحاضرين، ووقعوا على يعني وثيقه السلم والشراكه. الحوثيون يحتلون نصرها حتى يقولون للعالم ان هذه الميليشيات لا تعترف بالمواثيق، ومع ذلك هم الذين انقلبوا على اتفاق، حتى اتفاق السلم والشراكه الذي يخدمهم انتقبوا عليه، لانهم يطلبون التهام كل المحافظات والتهام اليمن باكمله، بل يتقدم الحدود اليمنيه الى دول الخليج وخاصه المملكه العربيه السعوديه. لذلك نحن نتحدث اليوم عن ان العمليه السياسيه وقعت في طريقها صخره. سبب هذه الصخرة هو التمرد والانقلاب. إذا لم يتعاون اليمنيون والتحالف العربي والمجتمع الدولي في إزاحة هذه الصخرة، لن تستمر العملية السياسية، ستبقى متوقفة حتى يتم حسم المعركة عسكريا على الأرض. نعم. إذا تعاونوا مع اليمنيين بما فيهم الطرف المتمرد، بما فيهم علي عبد الله صالح عبد الملك الحوثي، في إزاحة هذه الصخرة ستنطلق العملية السياسية أوتوماتيك كما توقفت بسبب هذا التمرد وهذا الانقلاب الذي حدث. اليوم نحن بصدد اعطاء فرصه اخرى للمتمردين الحوثيين وعلي عبد الله صالح في ان يفهموا ان اليمن لم تقبل مشروعهم ولن تصمت على تمردهم. اليوم لدينا مقاومه على الارض، لدينا جيش وطني على الارض، لدينا تحالف عربي بغطاء جوي ودعم مباشر، لدينا انتصارات تتحقق على الارض، معنى ذلك ان مشروعهم فشل. عليهم أن يعودوا إلى جادة الطريق ويبدأوا بتطبيق القرار وتنفيذه واقعا على الأرض. نعم. لن نكره لهم ذلك، وسيقبل بهم اليمنيين مشروع اليمنيون مشروعا سياسيا منزوع السلاح. أشكرك جزيلا السيد صلاح باتيس، عضو الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار، كنت معي من جدة، شكرا جزيلا لك. دكتور أحمد عجاج، يعني ونحن نتحدث الآن، السبت القادم يصادف الذكرى الأولى لعاصفة الحزم في اليمن، وبهذه المناسبة علي عبد الله صالح المخلوع دعا أنصاره للتظاهر بهذه المناسبة، كيف قرأت هذا الخطاب؟ شوف، أنا بعتقد أنه علي عبد الله صالح يعني كان قوة يعتد بها في السابق، يعني عندما بدأت الانقلاب كان قويا جدا، لأنه كان بيده الجيش وبيده الأداة العسكرية، لكن عندما انضم إلى الحوثيون وبدأت المعركة واستمرت بهذا الشكل، الجيش الآن لم يعد الذي كان سابقا، يعني علي عبد الله صالح لم يعد يملك هذه القوة العسكرية التي كانت موجودة، وهو خسر يعني المد الشعبي كثيرا وليس له يعني دعم قوي. أنا أعتقد أنه هو الآن يحاول أن يرفع يعني الصوت عاليا ليقول للناس أنا موجود ولا يمكن أن تلغوني، لكن أنا برأيي هو كانت كل حساباته خاطئة، واعتبر أنه باستطاعته أن يناور على الدول الإقليمية وأن الأمريكان قد يرضخون له في النهاية، لكن هو الآن أنا واثق تماما يدرك تماما أن لا خيار له سوى أن يمشي بالحل وأن يمشي في ظل الحوثي، يعني هو لن يتقدم الحوثي وفي ظل الحوثي، ومهما قال خطابات ومهما دعا أنصاره، حتى أنصاره الذين سيحضروا، لا يعني هؤلاء عندما يحدث الحل سينفضون عنه. والدليل على أقول أنه عنده إشكالية أنه الأمريكان أصلا هم نفسهم أكدوا أنهم لن يتحاوروا ولا يجروا أي اتصال مع الحوثيين، هم فقط يتحدثوا مع المملكة العربية السعودية. وهذا يعني مؤشر قوي جدا،
يعني من دولة كبرى مثل أمريكا تقول الحل لن يكون إلا كما ترغبه المملكة. طيب الحقيقة يعني خطاب علي عبد الله صالح كان كما يبدو ليس متسقا متناقضا في الوقت الذي شكر فيه حسن نصر الله وحزب الله على دعمهم له وللحوثيين ضد العدوان كما قال، بذات الوقت بدأ وكأنه يوجه رسائل إلى السعودية، رسائل تطمير، رسائل تهدئة إذا صح التعبير. كيف نقرأ هذا التناقض في الخطاب؟ أنا كما قلت لك لأنه هو خسر لم يعد قوة ذاتية، هو الآن يحتمي بالحوثيين. أنا قلت ذلك، هو عندما يشكر حسن نصر الله ويشكر إيران هو يقول لهم أنكم الآن أمام امتحان خطير، أنتم لديكم سمعة كاملة لدى بوتين، لا تتخلوا عن أصحابكم، لن تتخلوا عن أصدقائكم، أنا صديقكم أشكركم الآن. أو هو يحملهم الآن المسؤولية أنه في المستقبل أنا أشكركم الآن، إذن أنا معكم، لا تتخلوا عني أبدا، اجعلوا الحوثيون يفاوضون حول مستقبلي وحول مستقبل السياسي، وأن لا يقبلوا بأي حلول لا أكون أنا فيها طرفا قويا ولي يعني مستقبل في اليمن. طيب الحقيقة ونحن في الذكرى الأولى لعاصفة الحزم يثور نقاش هذه الأيام حول ما الذي حققته عاصفة الحزم. البعض يرى بأنها حققت الكثير، المقاومة الشعبية الجيش الوطني يسيطر على حوالي 80% من اليمن ويحاصر صنعاء، في حين يرى والحوثي وصالح على وشك الاستسلام، بينما يرى آخرون بأنه المعركة ما زالت مستمرة، الحوثي يحاصر تعز، الحوثي وصالح، وصالح يعني يلقي هذا الخطاب ويقول نحن نجنح للسلم وليس للاستسلام. هذا يثير تساؤلات حول الحديث عن المسار السياسي. يعني شوف يعني في واقع على الأرض كلنا نعرفه، وهو الواقع أن الواقع العسكري ليس في صالحهم. هلأ بوسعهم أن يقولوا انتصرنا وأنه لن نستسلم، وأنت تعرف قصة العرب مع إسرائيل. يعني انهزمنا في كل المعارك ولازلنا نقول أننا لن نستسلم، يعني وعندما دخلنا المفاوضات نقول لن نستسلم، ونحن خطوة أخرى نستسلم، لا، لأن هناك موازين قوى، هناك دولة قوية ونحن ضعفاء. الآن في اليمن المعادلة اختلت كثيرا بعد دخول المملكة بهذه القوة وبهذا الحزم وبهذا التصميم على أنه أمن اليمن من أمنها الوطني، وبهذا الضغط على الإدارة الأمريكية بأننا لن نتراجع خطوة واحدة، والأمريكيون يقولون اليوم نحن لا نجري اتصالات مع الحوثيين، هذه إشارة واضحة جدا لهؤلاء أنهم لا تعتمدوا علينا في أن نكون إلى جانبكم، حاولوا أن توجدوا حلا وفق قرار مجلس الأمن الدولي ومخرجات الحوار والمبادرة الخليجية، وإلا أنتم لحالكم. وحتى إيران، حتى إيران، إيران تطالب الآن وزير خارجيتها أنه يجب أن نلجأ إلى الحل السلمي في اليمن، وأنه يجب على التحالف العربي أن يوقف القصف، أن يوقف القصف، لأنه الحوثيون يعني لأشد ما يتعرض له من ضربات هو القصف الجوي، وأنت تعرف يعني تأثير القصف الجوي ونحن ندركه الآن في سوريا. فلذلك أنا أعتقد أنه الأمر المغلق في اليمن، يعني وأنا في يعني مثل قائد صيني كبير منذ 1500 عام اسمه توزو بيقول أنه القائد العسكري الذي عندما يشرف من الجبل على المعركة ويجد أنه سيخسرها، القائد البارع هو الذي يسحب جيشه قبل أن يخسر ويبدأ المفاوضات. أنا أعتقد الإيرانيون يعني أسكاء جدا، وأوعزوا إلى الحوثيين أنه وفق الواقع الموجود على الأرض ليس أمامكم إلا الحوار، دوليا الأمور مغلقة، دبلوماسيا مغلقة، وعسكريا أنتم في تراجع، فحاوروا فهو الحل الوحيد لكم. ولكن لنكن واقعيين دكتور أحمد عجاج، يعني عندما اعتدنا بأنه الولايات المتحدة تقول غير ما تضمره أو ما تخطط له، هذه التطورات السياسية والانفراجة إذا صح التعبير ألا تعبر عن صفقات دولية، اتفاقات دولية تتم في الخفاء بالتوازي ربما ما بين اليمن وسوريا، ونحن نلاحظ بأنه هي محاولة لاستنساخ وقف إطلاق النار في سوريا؟ لا، أنا أعتقد أنه ما في طبعا هلأ الإنسان اللي بده يشوف يعني بكل محل مؤامرة بيقدر يوصل للشيء، لكن احنا ننظر الأمور بمنظار عقلي. يعني اليمن كما كنا سابقا يعني مشكلته أنه قريب من الحدود السعودية، والشعب اليمني يعني هو شعب لديه علاقات وثيقة وتاريخية وقبلية مع الشعب السعودي،
وأمن اليمن هو من أمن المملكة. فلذلك الأمريكان أدركوا ذلك، أدركوا التصميم السعودي بشكل واضح جدا يعني. وأنت تعرف أن هناك كان في نوع من البرودة ونوع من الكلام، وحتى مجيء أوباما إلى المملكة الآن هو كمان دليل على أن الأمريكان بدأوا يستوعبون أنهم في المنطقة لا يمكن أن يتخلوا عن حلفاء لهم، لا يمكن يعني. هلا طبعا الأمريكان ما بيعتبروا الحليف كامل، لكن لديهم مصالح. أنا أعتقد أنه في قناعة دولية موجودة الآن، والدليل على ذلك ما قال وزير الدفاع البريطاني اليوم، أنه نحن سنستمر في إرسال الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية، وأنه نحن نعرف أنه هذا اليمن هو يتعلق بأمن المملكة العربية السعودية. هم يكررون هذه التصريحات الآن لفقط لشيء واحد فقط، هم أن يقولوا لإيران في اليمن ليس هناك أي مجال لنتدخل ونضغط على المملكة. طيب أبقى معي لو سمحت دكتور أحمد عجاج.